قدمت عصر اليوم سيدة البلاد الأولى ورئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو بمستشفى الصداقة الصينية التشادية شهادات تقدير وشكر وعرفان للأطباء الذين شاركوا في خدمات القافلة الطبية للندوة العالمية للشباب الإسلامي، وكان ذلك بحضور المدير العام للمستشفى والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بتشاد وعدد من الأطباء وأعضاء مؤسسة القلب الكبير. تقرير عثمان عبد الغني إدريس. مسك الختام كان أكثر من 350 عملية جراحية قام بها الأطباء السعوديين التابعين للندوة العالمية للشباب الإسلامي في قافلتهم الطبية الثالثة، ولكن هذه المرة بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير لصاحبة القلب الكبير سيرة البلاد الأولى هند ديبي إتنو، والتي جاءت بنفسها لتتوج وتكرم نخبة الأطباء السعوديين الذين أسهموا في رفع معاناة المواطن التشادي الذي يعاني من أمراض كثيرة. وخلال أكثر من أسبوع أقف الأطباء السعوديين على جراحة مرضى المسالك البولية والحنجرة والغدد الدرقية والأورام والفتك وأورام السرطان وغيرها، وهذه البادرة الإنسانية الكبرى تضاف مرة أخرى في حصيلة القوافل الطبية التي أنجزتها مؤسسة القلب الكبير في أرجاء تشاد. حفل التكريم بدأت بكلمة قدمها مسؤول قسم الصحة بمؤسسة القلب الكبير الدكتور عبد السلام، تطرق إلى الأعمال الجليلة التي قامت بها الندوة، كما قدم شكره للأطباء التشادين الذين سهلوا لهم الطريق ووقفوا معهم جنبا إلى جنب طيلة فترة القافلة التي سيرتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير. ممثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي معبرا عن نجاح هذه القافلة والإنجاز التي قاموا به خلال أسبوع، وأكد على استمرارية التعاون بين الندوة ومؤسسة القلب الكبير في مختلف المجالات الإنسانية. كما شكر سيرة البلاد الأولى هند ديبي إتنو على تفانيها وآمالها الدؤوبة من أجل رفع معاناة الضعفاء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة. في حقيقة أنه بداية هذا التعاون مع هذه المؤسسة، مؤسسة القلب الكبير، مؤسسة العطاء والخير، وتعاونت مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي في إنجاح هذا البرنامج. وحقيقة كان هذا الأمر أسمر، يعني الإخوة الأطباء يعني لأول مرة يوصلوا في هذه العمليات الصعبة هذا العدد، ويرجع هذا لفضل الله ثم لفضل هذه المؤسسة للقلب الكبير الذي تعاونت تعاون كبير جدا. وحقيقة أعضاء قدموا لنا تسهيلات من قبل وصول الوفد إلى نهاية هذا المخيم. وتلته كلمة السيدة الأولى هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير، حيث وجهت شكرها للندوة العالمية للشباب الإسلامي التي ساهمت في قدوم هذه القافلة الجراحية إلى تشاد. Je voudrais avant tout propos remercier vivement le comité scientifique. أتوجه بخالص الشكر إلى اللجنة العلمية للندوة العالمية للشباب الإسلامي التي ساهمت في قدوم القافلة الجراحية إلى تشاد التي نحتفل اليوم بمرورها السادس. ألف شكر موصول أيضاً لأصدقائنا الأطباء السعوديين الذين يتميزون بالأعمال الخيرية والتضامن، فهؤلاء القراء قد سافروا بعيداً تاركين ورائهم أسرهم وأنشطتهم اليومية لإنقاذ إخوتهم التشادين الذين هم في حاجة إلى مساعدة طبية. باسم جميع أعضاء مؤسسة القلب الكبير، منحت السيدة الأولى هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير شهادات شكر وتقدير للذين شاركوا في هذه القافلة. وفي نهاية المناسبة تم أخذ صور تذكارية جماعية جمعت سيرة البلاد الأولى هند ديبي إتنو والأطباء السعوديين الذين شاركوا في هذه القافلة الخيرية الصحية.